بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنتكلم عن الاوتو اميون هيباتايتس. تمام، الاوتو اميون هيباتايتس هنبتدي بس الاول كده نعرف يعني ايه اوتو اميون ديزيز. طبعا اخيرا اخذنا قبل كده اكزامبلز كتيره جدا على الاوتو اميون ديزيزز. تمام، فالاوتو اميون ديزيز ده هو بيبقى ديزيز بيبقى فيه اوتو انتي بوديز دايركتد اجينست السيلف انتيجين. تمام، هو المفروض طبعا ان الجسم بتاعنا during development التي سيلز دي اثناء الديفلوبمنت يعني وهي في السايمس، لو في اي خليه من التي سيلز دي بتبقى قادره انها تتعرف على السيلف انتجين او تهاجمه، على طول الجسم بيعمل لها ديليشن. تمام، فلما بيحصل بقى فيلير لعمليه الديليشن دي فبيحصل حاجه اسمها فيلير اوف سيلف تولرانس. يعني ايه سيلف تولرانس؟ المفروض ان احنا جسمنا عندنا حاجه اسمها سيلف تولرانس، يعني الخلايا بتاعت المناعه بتاعتنا التي سيلز والبي سيلز ما بتقدرش انها تهاجم الايه الاون او التشو او السيلف انتجين. لما بيحصل فيلير للسيلف تولرانس ده، لا خلاص بتقدر انها تهاجم وتعمل الاتاك، ومن هنا بيبتدي الديزيز او بتبتدي حاجه اسمها الاوتو اميون ديزيز. تمام، يبقى الاوتو اميون ديزيزز دي جروب اوف ديزيزز الجسم فيها بيطلع اوتو انتي بوديز اتاكينج او ديستروينج او بتعمل طبعا لوس اوف فانكشن وديتيريوريشن للايه للتشو سيستم او اورجان او اي مكان اللي هي بتقدر انها تهاجم. اكزامبلز على الاوتو اميون ديزيزز ممكن يكون في حاجه اسمها اورجان سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز او سيستميك اوتو اميون ديزيز. يعني ايه اورجان سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز؟ ده يعني الاوتو اميون ديزيز ده ما بيهاجمش غير الاورجان ده بس او التشو ده بس او السيستم ده بس. زي ايه؟ زي مثلا هاشيموتو ثايرويدايتس، ده اوتو اميون ديزيز بيجي بيهاجم الثيرويد جلاند بس. زيه كمان الجريفز ديزيز برضه بيجي في الثيرويد جلاند بس. حاجه تانية زي المايسينيا جريفز دي بتبقى اوتو انتي بوديز على الاسيتايل كولين ريسبتورز اللي موجوده في الايه الموتور اند بليد بتاعت المصل. تمام، فدول اكزامبلز على حاجات اوتو اميون ديزيزز اورجان سبيسيفيك بيهاجم الاورجان ده بس او التشو ده بس. منها بقى النهارده اللي احنا هناخده اللي هو الاوتو اميون هيباتايتس. هي الاوتو اميون انتي بودز اللي بتتكون او الاوتو انتي بودز اللي بتبقى موجوده دي بتهاجم الليفر تيشو بس. تمام، ده غير بقى طبعا حاجات تانية اللي هي زي سيستميك اوتو اميون ديزيز زي سيستميك لوبس اريثيماتوز زي روماتويد ارثرايتس. دي حاجات بقى اكزامبلز على يعني الديزيز ده بيبقى مالتي سيستم افكتنج مالتيبل سيستمز ان ذا بودي. هندخل بقى على موضوعنا اللي هو الاوتو اميون هيباتايتس. يعني ايه اوتو اميون هيباتايتس؟ دي عباره عن كرونيك هيباتايتس، يعني كرونيك انفلاميشن في الليفر. تمام، وفي كلمه كده في النص اهي مكتوبه ريلابسنج. يعني ايه ريلابسنج؟ يعني زي ما تقول كده بيروح ويجي، بيجي في صوره اتاكس. الاتاك بتيجي البيشنت بيعمل ادميشن للهوسبيتال، بيبتدي ياخد التريتمنت بتاعه، بيمشي عليه فتره، بعد كده الديزيز بيهدى وبيحصل له ريميشن. يعني هو دايما كده ايه ريلاكسنج اند ريميشنز رايح وجاي. تمام، بيبقى معاه ايه بقى الاوتو اميون هيباتايتس ده او ايه اللي بيميزه قوي؟ طبعا هو الموضوع بقى زي ما هنتكلم كده طول المحاضره، الموضوع ده غالبا بيحتاج ليفر بايوبسي علشان يتشخص. ليه؟ لان الكلينيكال بيكتشر بتاعته البرزنتيشن بتاعته بتشبه يعني امراض كتيره جدا بتيجي في الليفر، ومن اهمها طبعا الفيرال هيباتايتس. يعني واحد جاي لك بسيمتومز بتاعت ليفر ديزيز زي الرايت ابر ابدومينال بين، نوزيا وفومتنج، انوريكزيا، فيفر، جونديس، الحاجات دي كلها على طول بتوجهك ان ده اكيوت ليفر ديزيز. تمام، وغالبا ايه الموست كومن اكيوت ليفر ديزيز؟ الاكيوت فيرال هيباتايتس. فلازم العيان اللي جاي لك ده بتعمل له الاول اكسكلوجن للكومن ليفر ديزيز زي الهيباتايتس زي الفيرال هيباتايتس زي الدراجز، ان هو يكون واخد دراج والدراج ده هو اللي عامل له الانفلاميشن ده في الليفر، او توكسين مثلا وهو ده اللي عامل له الايه الانفلاميشن. فلازم عشان اوصل لتشخيص الاوتو اميون هيباتايتس ده بعمل اكسكلوجن في الاول للحاجات اللي هي الكومن ليفر ديزيز. تمام، زي الفيرال زي الدراج انديوس هيباتايتس الحاجات دي. بعد كده بقى ببتدي اعمل الايه البلاد تيست وادور بقى على الانتي بوديز وابتدي اخد ليفر بايوبسي علشان اشوف الكاركترستيك هيستولوجيكال ابييرنس بتاعه الاوتو اميون هيباتايتس في الليفر. تمام، ده كده مبدئيا كده صوره عن الايه عن الاوتو اميون هيباتايتس. يبقى احنا قلنا ان هي كرونيك هيباتايتس، بيبقى معاها بلازما سيل انفلتريت جوه الهيباتيك لوبيولز، يعني جوه الليفر بايوبسي ده لما باخدها بلاقي كاركترستيك قوي ان في بلازما سيل انفلتريت. تمام، كمان في البلاد بتلاقي فيه هايبر جاما جلوبيورينيميا ومعاه اوتو انتي بوديز، وهنتكلم طبعا بالتفصيل عن الاوتو انتي بوديز دي وهنعرفها ونعرف تفاصيلها بالظبط. تمام، طيب زيه زي اي اوتو اميون ديزيز
السبب الاساسي فيه ما بيبقاش معروف، دايما بنقول لك ان فيه مالتي فاكتوريال، يعني حاجات كتيره مع بعضها، جينيتيك بريديسبوزيشن، انفايرومنتال تريجرز، بريك داون اوف ذا سيلف تولرانس، كل الحاجات دي مع بعضها بتتجمع كده وفي الاخر تطلع لك الايه الاوتو اميون ديزيز اللي جاي لك ده. تمام، يبقى فيه مالتي فاكتوريال. مالتي فاكتوريال ده غالبا يعني زي اي برضه اوتو اميون ديزيز تبقى مور كومن شويه في الفيميلز. تمام، الجمله دي دايما مشهوره معانا ودايما ماشيه معانا، ان الاوتو اميون ديزيزز مور كومن في الفيميلز عن الميلز. تمام، فهنا برضو في الاوتو اميون هيباتايتس، الاوتو اميون هيباتايتس برضو مور كومن في الفيميلز سواء كانت تايب 1 او تايب 2، لان هو الاوتو اميون هيباتايتس له نوعين زي ما هنتكلم دلوقتي، سواء اللي ده او ده. تايب 1 ده برضو الفيميل للميل ريشيو حوالي 4 لواحد، وتايب 2 9 لواحد. تمام، يعني هو very very common in females. برضو بيقول لك ان all races كان بي affected by autoimmune hepatitis، والنسبه بقى بتاعت حالات الاوتوميون هيباتايتس من الكرونيك ليفر ديزيز بشكل عام بتوصل مثلا لحوالي 23% من الكرونيك هيباتايتس انها تكون caused by autoimmune hepatitis. تمام، نرجع تاني لموضوع الباثوجينيسيس وموضوع ازاي ان الاوتو اميون هيباتايتس كان ديفولب. الحقيقه ان الموضوع ده طبعا اتعمل عليه ابحاث كتير جدا، وتقريبا برضو لسه ما وصلوش لايه هو السبيسيفيك انتيجين اللي موجود في الهيباتوسايتس اللي بيتكون له الانتي بودي، يعني السبيسيفيك انتيجين ده احنا لسه مش عارفين ايه هو الانتيجين بالظبط اللي بيتكون له الاوتو انتي بوديز واللي هو بيتريجر الايه الاوتو اميون رياكشن ده. كل الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها دي كلها ثيوريز وهايبوثيسز، وفيها طبعا حاجات مايله قوي للصح، في حاجات لسه يعني نوت ويل استابليشد، لكن هي مع بعضها زي ما بنقول كده بتبقى ثيوريز ومالتي فاكتوريال ايجنتس. تمام، بيقول ان الباثوجينيسيس بتاع الاوتو اميون هيباتايتس غالبا بيبقى فيه انفايرومنتال تريجرز، والانفايرومنتال تريجرز دي يعني ايه؟ زي فيرال انفكشن، زي طبعا بس مش من الهيباتوتروفيك فيروسز، بقى فيروس تاني. البيشنت ده اخد دراج او اخد توكسين فعمل له شويه لخبطه كده في الليفر انتجنز بتاعته، فبيبتدي بقى يحصل يعني موديوليشن للانتجينست بتاعت الليفر سيلز، فبتبتدي الاميون سيلز تتعرف عليها على انها نون سيلف. تمام، كمان لازم طبعا يكون في الجينيتيك بريديسبوزيشن. الجينيتيك بريديسبوزيشن ده اللي هو غالبا بيكون الهيومن ليكوسيتيك انتجين دي ار 3 ودي ار 4، دول هم التو هيومن ليكوسيتيك انتجين يعني سب كلاسز اللي هم انفولفد في موضوع الاوتو اميون هيباتايتس، اللي هم الهيومن ليكوسيتيك انتجين دي ار بي 1 3 ودي ار بي 1 4. تمام، ده بقى كل واحد فيهم لما بيكون هو اللي موجود او هو اللي بيبقى انفولفد بيبقى له كرايتيريا معينه في البرزنتيشن او في حدوث الاوتو اميون هيباتايتس. يعني مثلا لو كان الهيومن ليكوسيتيك انتجين دي ار بي 3 ده هيبقى الديزيز هنا هيبقى له ايرلي اونست، هيبدا بدري، وهيبقى له سي في فورم، هيبقى ممكن يعني ديفلوب فالمنت هيباتايتس، ان البيشنت يكون جاي لك خلاص والليفر كله خلاص فيه اكيوت ليفر فيلير. تمام، وكمان بيبقى معاه ليس ريسبونس تو ثيرابي، ما بيستجيبش للتريتمنت، وطبعا هنا التريتمنت هيكون ايه؟ ده اوتو اميون ديزيز، يبقى اكيد التريتمنت هنا بيكون اميونو سبريسيف ثيرابي، من اهمها طبعا الايه الكورتيكوستيرويدز مثلا، ده طبعا الايه الستاندرد دراج بتاع التريتمنت هنا بيكون الكورتيكوستيرويدز. تمام، فهنا الناس اللي بيبقى عندها الجينيتيك بريديسبوزيشن اللي هو دي ار 3 ده، دي ار بي 3 ده، دول بيبقوا ليس ريسبونس تو ثيرابي وبيحتاجوا على طول ايرلي ان احنا نعمل لهم ليفر ترانسبلانتيشن. للاسف يعني هو خلاص الليفر بيبقى جاي، هو الليفر بتاعه خلصان، فبيبقى بيحتاج على طول ان هو يعمل ليفر ترانسبلانتيشن. لكن الناس اللي هي بيبقى عندها الهيومن ليكوسيتيك انجين دي ار بي 4 ده غالبا بيبقى له ليت اونست، يعني بيجي في سن اكبر شويه في المور ادلت بوبيوليشن، وبرده معاه في ميل بريدوميننس اكتر، بيبقى له بيتر ريسبونس تو ستيرويد، وكمان بيبقى الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز معاهم عاليه. يعني ايه اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز؟ ده زي اي اوتو اميون ديزيز غالبا ما بيجيش لوحده، هو دايما بيجيب ايه اخواته كده واصحابه معاه، يعني تلاقي البيشنت عندها اوتو اميون هيباتايتس وجاي لها كمان هاشيموتو ثايرويدايتس، جاي لها جوجرين سندروم، جاي لها اي نوع بقى تاني من الايه من الاوتو اميون ديزيز، تايب 1 دايابيتس مثلا، حاجات كتيره جدا ممكن تبقى اسوشيتد مع الاوتو اميون هيباتايتس. تمام،
يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان احنا عرفنا الديفينيشن بتاع الاوتو اميون هيباتيتس، تمام، وعرفنا ان السبيسيفيك انتجن بتاعه اللي هو تريجرنج الاميون رياكشن ده احنا لسه مش عارفينه، لكن هي كلها ثيوريز. الثيوريز دي غالبا بيكون فيها جينيتيك بريديسبوزيشن وانفايرمنتال تريجرز، تمام. ده غير بقى البريك داون اوف سيلف ايه تولرانس، ان احنا خلاص هنا السيلف تولرانس بتاعنا اتكسر، فاحنا مش عارفين بقى خلاص الاميون سيلز بتاعه الجسم بتتعرف على السيلف انتجن كانها نون سيلف وتبتدي تعمل اتاك وتبتدي ايه تعمل لها ديستراكشن، تمام. قلنا الانفايرمنتال او التريجر اللي بيحصل للاميون رياكشن ده هو ممكن يكون فايرال انفكشن، ممكن يكون دراجز او توكسينز او حتى فاكسين، تمام. المهم ان ايه ان التارجت انتيجين نفسه لسه مش عارفين. بيبتدي الليفر بقى يحصل فيه انفلتريشن للليمفوسايت زي السي دي 4 بوزيتيف تي هيلبر سيلز والسي دي 8 بوزيتيف تي هيلبر سايتوتوكسيك سيلز. دول بيبتدوا يبقوا موجودين بكثره جدا في الايه في الليفر، وبيعملوا لي حاجه اسمها انترفيس هيباتايتس، هنتكلم عليها بالتفصيل في الايه في الهيستولوجيكال ابييرنس بتاع الايه ديزيز. لما باخد ليفر بايوبسي بيبقى فيه انفلتريشن من ليمفوسايتس كتير سواء سي دي 4 او سي دي 8 بوزيتيف سيلز. كمان وجود السي دي 4 بيتريجر او بياكتيفيت البي سيل اكتيفيشن، تمام، بيعمل اكتيفيشن للبي سيلز وانها تتحول لبلازما سيلز عشان تطلع الاوتو انتي بوديز والايه والهايبر جاما جلوبولينيا اللي بتحصل في البيشنتس دول. فبرضه هتلاقي ان البلازما سيلز موجوده كتير جدا في الليفر بايوبسي اللي انت بتشوفها. فوجود البلازما سيلز دي في عيان جاي لك او بايوبسي جايه لك عايز تعمل اكسكلوجن للاوتو اميون هيباتيتس، بتلاقي ان البلازما سيلز موجوده، دي بتبقى بوينت بتاخدها معاك او بتقوي الايه الدياجنوزس بتاعك ان ده فعلا اوتو اميون هيباتيتس مع حاجات تانيه كتير، تمام. تمام يبقى احنا اتفقنا ان في سي دي 4 بوزيتيف وسي دي 8 بوزيتيف وفي كمان البلازما سيلز موجودين كلهم عاملين انفلتريشن للليفر، تمام. برضو الانفايرمنتال تريجرز زي مثلا الفايرال انفكشن قلنا ممكن تكون كمان بعد الاتش اي في، يعني مش شرط بقى مش بس مش سي ولا اي ولا البي اللي هم الكومن ان هم بيعملوا كرونيك هيباتايتس وستيروزس وكده. طبعا معروف ان الاتش اي في اللي هو الهيباتايتس اي فيروس ده ما بيعملش اي كرونيك ستيج ولا كارير ولا اي حاجه خالص، تمام، ولا له اي علاقه بالاتش سي سي ولا الكلام ده، هو بس بيعمل زي ايه جاسترو انترايتس ومعاها طبعا الليفر افكشن والهيباتوميجالي والجوندس وكده، وهو طبعا بيحصل له كومبليت ريزوليوشن وكومبليت ريكفري وما بيعملش اي كرونيك انجري للليفر. ممكن بعدها بقى يحصل الايه الاوتو اميون هيباتايتس دي. وطبعا بعض الدراجز من اهمها الميثايل دوبا، النيتروفيورانتاين، الديكلوفيناك، الاستاتين، حاجات كتيره جدا ممكن يعني ايه انفولفد يعني في الايه في موضوع كانفايرمنتال تريجرز للاوتو اميون هيباتايتس. طيب ازاي بقى بنوصل لتشخيص او بنعمل تشخيص للاوتو اميون هيباتايتس؟ زي ما قلنا هو نوت فيري كومن، يعني مش كل يوم هتقابل حاله اوتو اميون هيباتايتس، لكن البرزنتيشن بتاع البيشنت الصوره اللي العيان جاي بيها ده كومن، اللي هو هيباتيك انجري، ان في جوندس، ان في فيفر، في نوزيا، في فوميتنج، في ابدومينال بين. فانت عايز تعرف ايه هو السبب او ايه هو الايتيولوجي بتاع الليفر ديزيز اللي قدامك ده، تمام. فزي ما قلنا بنبتدي الاول نعمل اكسكلوجن للكومن ديزيزز زي مثلا الفايرال اللي هو الهيباتايتس سي والهيباتايتس بي، دول اللي هم المور كومن. طبعا ان انا اعمل اكسكلوجن للدراج، ان هو اخذ دراج معين فبدا يعمل له دراج انجري، تمام. طبعا هنا في ناس هتقول طب ما هو الدراجز ممكن انها تكون السبب في الاوتو اميون رياكشن، تمام. ده بقى ده غير ده، الدراجز دي على طول بيبقى الليفر انجري بعد الهيستوري اوف دراج انتيك على طول، لكن اللي هي بتاعه لو الدراج ده اشتغل كانفايرمنتال تريجر لا دي بتبقى بعدها بفتره خلاص، على ما يبتدي يعمل بقى يغير الانتيجينيستي ويبتدي يعمل الباثوجينيسيس لا بتاخد فتره طويله على ما تعمل الايه الموضوع ده، تمام. يبقى احنا قلنا في الاول ان الكلينيكال بيكتشر دي لازم نعمل اكسكلوجن للكومن ليفر ديزيزز الاول، بعد كده بتبتدي بقى تعمل للبيشنت الايه الانفستيجيشنز الخاصه بالاوتو اميون هيباتايتس، انك بتعمل بلاد تيست بتلاقي فيه هايبر جاما جلوبولينيميا، بتلاقي ان فيه اوتو انتي بوديز وهنتكلم عليها ونعرف انواعها، وكمان بتلاقي اما بتاخد ليفر بايوكسي بتلاقي البلازما سيل انترفيس هيباتايتس، وكمان شويه حاجات برده كده هنعرفها بالتفصيل. بس دول غالبا هو الكلاسيك تريات بتاع الدياجنوزس، ان الثلاثه دول مع بعض الليفر بايوبسي اللي فيها البلازما سيل انترفيس هيباتايتس
والهايبر جاما جلوبيرينيميا ووجود الاوتو انتي بوديز زي الانتي نيوكلير انتي بودي، انتي سموث ماسل انتي بودي، انتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بوديز. كتير جدا من الانتي بوديز هنعرفها ونعرف كل واحد السيجنيفيكانس بتاعه ايه والسبيسيفيتي بتاعته شكلها ايه. تمام. طيب ايه هي بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعه الايه الاوتو اميون هيباتايتس؟ الغريب في الاوتو اميون هيباتايتس ان البيشنت ممكن يجي لك كومبليتلي من اول ما يبقى كومبليتلي اسيمتوماتيك، ما عندوش اي حاجه خالص، لكن هو عنده فعلا اوتو اميون هيباتايتس والموضوع شغال، فبيبقى جاي لك بقى بسيروزس كده في الاخر. يعني هو البيشنت جاي لك بليفر سيروزس وما تعرفش اصلا هو كان عنده اوتو اميون هيباتايتس، هو نفسه ما يعرفش. تمام. فممكن يقعد فتره كبيره جدا اسيمتوماتيك. تمام. في ناس بتيجي بالبرزنتيشن العاديه اللي هو بتاعت الليفر او الاكيوت ليفر انجري العاديه، وفي ناس بقى بتبقى جايه بالفالمنت هيباتايتس اللي هو خلاص بقى الليفر كله، الخلايا الهيباتوسايتس كلها حصل فيها ليفر سيل فيلير، وفي وايد ارياز اوف نيكروزس وانفلاميشن في الليفر نيكرو انفلاميشن. فالبيشنت ممكن يبقى جاي بفالمنت هيباتيك فيلير وعلى طول يدخل في كوما وممكن كمان يحصل له ديس. تمام. فالبرزنتيشن بتبقى مختلفه ما بين الايه ما بين الاشخاص وبعضهم او ما بين البيشنتس وبعضهم. فبيقول لك يعني حوالي 10% من البيشنتس ممكن يبقوا جايين بفالمنانت هيباتيك فيلير اللي هو خلاص الليفر بيودع يعني بيشطب ما عادش فيه حاجه. تمام. لكن طبعا الغريب بقى ان هم الناس اللي بيبقوا اسيمتوماتيك ده تقريبا حوالي من 34 ل 45% من البيشنتس بيكونوا اسيمتوماتيك ما عندهمش حاجه خالص، يعني مش باين عليهم اي مانيفستيشنز او اي سيمتومز، ما بيشتكيش. وتيجي تعمل له الليفر انزيمز ممكن كمان تلاقي الاي ال تي انزيم اللي هو الالانين امين ترانسفيرز تلاقيه قليل، قريب حتى من النورمال من النورمال ليفلز، يعني مش عالي قوي اللي هي الليفر فانكشن تيست، يعني بتلاقيها كويسه او قليل يعني معقوله. تمام. كمان الغريب بقى ان الناس دي ممكن بيجي لها سيروزس زيهم بالظبط زي الايه زي الناس اللي هي جايه اللي جايه بسيمتومز او اللي هو جاي لك ديزيز. تمام. يبقى العيان بتاع السيروزس اللي جاي في المراحل بتاعه السيروزس ده ما تستبعدش ان هو فعلا يكون عنده اوتو اميون هيباتايتس كانت عنده من زمان والديزيز فضل بقى موجود عنده وعمال يشتغل فيه الليفر لحد ما وصل للسيروزس، فهو جاي لك بالسيروزس والبورتال هايبرتنشن بقى والسبايدر نيفاي والبالمر ايريسيما والحاجات دي كلها بتاعه الايه بتاع الليفر سيروزس. تمام. يبقى كده في عيانين جزء كبير من المرضى ما بيبقوش جايين بالكلاسيك بيكتشر، مش جاي اصلا بالتعب، هو جاي بعد ما يعني جالك عنده مثلا 50 سنه كده وعندها سيروز، تبتدي انت بقى تعمل السيرولوجي بتاعه الفيروس تلاقيها نيجاتيف. طب جالك يا حاجه فيروس قبل كده؟ ما اعرفش. عملت ايه دراج؟ لا ما فيش. طب يعني تبدا تاخد الهيستوري ما فيش اي حاجه سبيسيفيك. تمام. بس هي عندها سيروز، فخلاص بقى الاوتو اميون هيباتايتس كده بتكون بقى ايه خلصت الليفر خلاص بقى كله سيروز. تمام. وبقول لك كمان برضه ان بعض الناس اللي هي بتبقى اسيمتوماتيك دي ممكن يجي لها بعض السيمتومز في الكورس بقى بتاع الديزيز، فاحيانا يعني يجي لها بقى فيفر او جوندس او كده، بس دول طبعا الناس دي لازم يتعمل لها لايف لونج فولو اب علشان طبعا افويد ان هي تدخل في فالمنت هيباتايتس او كده، وكمان عشان نسيف بقى الايه بقيه الهيباتوسايتس اللي موجوده ونحسن الليفر فانكشن وبندي لهم ليفر سبورت وبنشوف بقى الايه التريتمنت بتاعهم هيمشي ازاي. طيب ده بالنسبه للاسيمتوماتيك. طب بالنسبه للسيمتوماتيك برزنتيشن، الناس اللي جايه بقى عندها فاتيج، جوندس، ابدومينال بين، ارثرالجيا، ارثرايتس، حاجات كتيره جدا. تمام. لدرجه ان في ناس في الاول خالص بتبقى ميس دايجنوز، يعني موضوع الارثرالجيا والارثرايتس ده فيري كومن، فيري كومن ان البيشنتس بتوع الاوتو اميون هيباتايتس يبقوا جايين في الاول خالص رايحين عياده الروماتولوجي، رايحين عياده العظام اللي هو في وجع في جسمي، في عظم بيوجعني، في الفقرات، في ظهري، في رقبتي، حاجات بعيدة خالص عن الليفر. كل الحاجات دي بتبقى ممكن البيشنت يجي بيها، وطبعا في الأول بيلف كتير جدا لحد ما يوصل لإن هو تظهر بقى عنده، ممكن كمان الدكتور ما يعرفوش، لحد ما تظهر عنده المانيفستيشنز بتاعت الليفر انجري، إن يبتدي بقى يبقى عنده فيفر، يبتدي يبقى عنده جوندس. فخلاص لدرجة إن في ناس يعني والله في حالات أعرفها فعلا إن كانت برزنتد بأرثرالجيا وأرثرايتس وأخدت تريتمنت وبعد كده ظهرت الفيفر وظهر الجوندس، فتقال إن الفيفر والجوندس والليفر انجري ده نتيجة للدراجز اللي خدتها للتريتمنت بتاع الأرثرايتس والأرثرالجيا.
ده بيدل على ان فعلا الصوره في الاول بتبقى كومبليتلي نون سبيسيفيك، تمام، لحد ما بيظهر بقى الايه المانيفستيشنز بتاعه الليفر سيل انجري زي الجوندس والفيفر والانوركسيا والفوميتنج وكده، ده خلاص بقى بتبتدي الحاله تتعرف ان هي كده ماشيه في سكه الليفر انجري، تمام. يعني في حاله فعلا اعرفها كانت بريزنتد في الاول ب باك بين وارثرالجيا وارثرايتس في رجليها وفي ايديها، تمام، وراحت تتعالج في عند دكاتره العظام وكده وما حصلش اي تحسن، وبعد كده دخلت في الفيفر والجوندس والابدومينال بين. طب ده بعد كده اللي دخلت على الليفر انجري، فابتدت يدخلوها طبعا مستشفى زي الحميات او حاجات زي كده بتاعت الايه المتخصصه يعني في الفيفر والتروبيكال ميديسين يعني، وبعد كده بتتعالج على انها هيباتايتس. طيب نعمل السيرولوجي بتاع الليفر الفيرال نيجاتيف، نشوف طب الليفر انزيمز عاليه جدا، طيب نشوف ايه بالظبط الحد، طبعا مع يعني حد كده ابن حلال يعني دلهم على انها ممكن تكون اوتو اميون هيباتايتس، فابتدوا يعملوا الايه الاوتو انتي بوديز، وفعلا ظهرت ان هي عاليه واتعالجت طبعا بالكورتيكوستيرويد، وبدات الحاله تتحسن بعد ما كانت خلاص داخله في كان بقى في اسايتس وبقى في لور ليمب اديما، وكانت الليفر فانكشن ديتيريوريتنج والقلب من عمال بينزل والليفر انزيمز بتعلى، كانت الحاله فعلا ديتيريوريتنج. بمجرد ما ابتدت تاخد التريتمنت اللي هو الكورتيكوستيرويد بدات فعلا تتحسن، والحمد لله يعني بقت كويسه، ودلوقتي ماشيه برضو على الايه على الكورتيكوستيرويد. فانا بقول لك بقى ان الايه ان البرزنتيشن احيانا بتكون نون سبيسيفيك لحد ما بتبتدي تاخد صوره الايه الليفر الابر رايت كوادرانت بين الجوندس النوزيا والانوركسيا، الحاجات دي كلها هي السبيسيفيك للايه للليفر ديزيز، تمام. إيه كمان بقى اللي هم الناس بقى اللي بيجوا في الكرونيك برزنتيشن بقى بتاعه الهيباتوميجالي والسبلينوميجالي، بقى ده الكرونيك ليفر ديزيز بقى خلاص، ده كان اكيوت بقى بتاعه الجوندس والابدومينال بين والحاجات ده اكيوت برزنتيشن. كرونيك بقى بعد فتره بقى تلاقي الليفر بدا يحصل له اللارجمنت الهيباتوميجالي السبلينوميجالي، تمام، والمانيفستيشنز بقى بتاعه البورتال هايبرتنشن والليفر سيروزس تبدا تظهر على المريض، تمام، زي الاستوفاجيال فاريسز زي البالمر ايريسيما السبايدر نيفاي كل الحاجات دي السبلينوميجالي الاسايتس، لو ابتدى بقى الليفر فانكشن كمان تبدا تقل، تمام. ده كده بالنسبه للبرزنتيشن بتاعه البيشنت. في بعض الناس بقى بيبقى معاهم كمان اسوشيتد اذر اوتو اميون ديزيزز، زي ايه قلنا زي الجوجرين سندروم، الاوتو اميون ثايرويد ديزيز زي الهاشيموتو ثايرويدايتس او الجريفز ديزيز، الهيموليسيس اوتو اميون هيموليتيك انيميا، ايديوباثيك ثرومبوتايتوبينيك بيربرا، يعني حاجات كتيره جدا اكزامبلز كتيره ممكن تبقى اسوشيتد مع الاوتو اميون هيباتايتس، تمام. طيب نوصل بعد كده للتايبس اوف اوتو اميون هيباتايتس، ايه هي انواع الاوتو اميون هيباتايتس؟ قلنا ان فيها نوعين، نوع اسمه تايب 1 اوتو اميون هيباتايتس وتايب 2. تايب 1 وتايب 2 الفرق ما بينهم هو الاوتو انتي بوديز اللي بتبقى موجوده في السيروم بتاع البيشنت، تمام. بيقول لك ان في تايب 1 اوتو اميون هيباتايتس بيبقى موجود فيه حاجه اسمها الانتي نيوكليير انتي بوديز اند اور اند سموس ماسل انتي بوديز، دول النوعين من الاوتو انتي بوديز اللي بيبقى موجودين في التايب A. طيب التايب 2 او تايب B ده بيبقى في حاجه اسمها انتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بوديز، انتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بوديز. في ناس ثانيه بتقول ان في يعني في يعني اوتو انتي بوديز ثانيه، حاجه اسمها مثلا انتي ليفر سايتوسول انتي بوديز، في حاجه اسمها انتي سوليبل ليفر اند بنكرياتيك سوليبل ليفر اند بنكرياتيك انتي بوديز، تمام. دي كلها اوتو انتي بوديز كتير جدا، انتي اف اكتين انتي بوديز، تمام، كتير جدا من الانتي بوديز. طب يا دكتوره طب الانتي بوديز دي الاوتو انتي بوديز دي كتيره ليه؟ زي ما قلت لك احنا لسه مش عارفين ايه هو السبيسيفيك انتجن اللي في الهيباتوسايتس اللي بيطلع له الاوتو انتي بوديز، احناش عارفين. فمن دراسات كتيره بقى اتعملت على ناس كتير والتجارب يعني لقوا ان في كذا انتي بودي بيبقى موجود، وابتدوا بقى يعملوا تربيط بقى ما بين الاوتو انتي بودي ده والتايب 1، يبقى ده موجود في تايب 1 ده بيبقى اكتر في تايب 2، تمام، وده بيبقى البرزنتيشن بتاعته ليه ده ايرلي ده بيستجيب ده ما بيستجيبش. فبدات بقى الايه الموضوع ده، بس السبيسيفيك انتجن احنا لسه فعلا مش عارفين، تمام. فزي ما انت مكتوب كده ان في طيب في التايب 2 ده اللي هو بيبقى معاه الانتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بودز ده، بيبقى دايما البرزنتيشن بتاعته بتبقى مور اكيوت برزنتيشن، وبيبقى مور في اليانجر ايج بيشنتس، بيبقى بيأفكت يانج بوبيوليشن، مش بقى اللي هم الكبار اللي اكتر من 40 سنه، لا بيبقى دايما في الايه في العشرينات او الثلاثينات كده،
تمام، بيبقى معاه دايما اي جي اي ديفيشنسي، لكن بقيه بقى المانيفستيشنز والسيمتومز والليفر بايوبسي بتبقى زيها بالظبط زي تايب 1، الاثنين بيبقوا زي بعض، الاختلاف بس في البرزنتيشن وفي الايه في الايدج الجروب اوف ايدج افكتد. يعني ده جدول اهو بيوضح الفرق ما بين التو تايبس اوف اوتو اميون هيباتيتس. طبعا التايب 1 ده بيبقى مور كومن عن تايب 2، ده اكتر من 80% من الحالات بتبقى تايب 1، السبيسيفيك اوتو انتي بودز اللي بتبقى موجوده فيها او اللي بتبقى كومنلي اسوشيتد معاها اللي هو الانتي نيوكليير انتي بودي والانتي سموث ماسل انتي بودي، لكن في التايب 2 بيبقى الانتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بودي. التايب 1 بيبقى الفيميل للميل ريشيو فيها 4 لواحد، لكن في التايب 2 بيبقى تقريبا 9 لواحد. الايدج اوف اونست هنا في التايب 1 ده بيبقى غالبا اكتر من 50% من الحالات بيبقوا فوق ال 30 سنه كبار، يعني 30 40 سنه، لكن في في التايب 2 ده بنشوفه برضو في الاطفال الصغيرين او في العشرينات، وكمان بنشوفه في الكبار، تمام، يعني في الاثنين. فاحنا ممكن ما نعتمدش قوي على حته الايدج ده، لان ده ممكن يجي في السن الصغير او الكبير وده برضو، تمام. فالسن ما بيحددش معانا قوي، هو طبعا السيرم او اللي هي السيرم اوتو انتي بوديز ده هم اللي بيحددوا فعلا هي تايب 1 ولا تايب 2، تمام. طبعا بقى الاثنين بيبقى معاهم اوتو اميون ديزيزز، هنا في التايب 1 بيبقى معاها ثيرويد ديزيزز اكتر، روماتويد ارثرايتس، الالسراتيف كولايتس، تمام. التايب 2 بيبقى مور اسوشيتد مع تايب 1 دايابيتس ميليتس، الفيتيلجو، الاي جي اي ديفيشنسي، تمام. البرزنتيشن هنا في التايب 1 غالبا بيبقى برزنتد بكرونيك ديزيز، جاي لك بقى ايه عنده كرونيك ديزيز او كرونيك ليفر ديزيز يعني، لكن التايب 2 غالبا بيبقى اكيوت اونست وبيبقى مور اجريسيف، تمام. التايب 1 زي ما قلنا في الاول خالص بيبقى اكسلنت ريسبونس تو ثيرابي، اول ما بتبتدي تاخد الكورتيكوستيرويدز او اذر اميونو سبريسيف تريتمنتس بتبدا الحاله فعلا تتحسن، وبيبدا الليفر فانكشن تبقى كويسه، بتبدا الجونز تستخف، بيبدا الاسايتس والبريفرال ايديما والحاجات دي بتبدا تتحسن جدا يعني على الايه الكورتيكوستيرويد. لكن التايب 2 غالبا بيبقى ريزيستنت لتريتمنت شويه، وبيحتاج غالبا ان هو يحصل له ليفر ترانسبلانتيشن، عايز ليفر جديد، تمام. ده بالنسبه لي التايبس بتاعه الاوتو اميون هيباتايتس. طيب بالنسبه للابوراتوري فايندنجز او اللي هو اللابوراتوري دايجنوزس، وده بنعتمد عليه جامد جدا في التشخيص، لان احنا زي ما قلنا البرزنتيشن زيها زي اي كرونيك ليفر ديزيز، تمام. فانا لازم اعرف عشان اعرف الايتيولوجي بدور بقى وبتعب نفسي شويه، فبعمل سيرولوجيكال تيست، بتلاقي بقى ان في هايبر جاما جلوبولينيميا، في كمان الاليفيتد الكلاين فوسفاتيز انزيم، بس طبعا لو هو اعلى من 3 3 فولدز، اعلى من النورمال بتاعه 3 مرات، بنشك ان في يكون في حاجه تانية في الايه في البيليار تراكت، زي مثلا برايمري بيليار سيروزس او الايه البرايمري سكلروزنج كولانجايتس او حاجات زي كده، وخاصه ان هي برضه اوتو اميون، فبنبتدي بقى يعني ندخلهم كمان هم كمان في الديفرنشال دايجنوز. بتبتدي تلاقي البيليروبين عالي، بتبتدي تلاقي البروثرومبين تايم بيبقى برولونجد، الالبومين بيبدا يقل، دي كلها حاجات في الليفر فانكشن تيست. بالنسبه بقى للاوتو انتي بوديز او السيرولوجيكال اسيسمنت بتاع البيشنت، زي ما قلنا بيبقى فيه في التايب 1 بيبقى فيه الانتي نيوكليير انتي بودي والانتي سموث ماسل انتي بودي، لكن في التايب 2 بيبقى في حاجه اسمها الانتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بودي. بيقول ان في الناس الصغيرين او في البيدياتريك بيشنتس اللي هم اقل من 18 سنه الليفر التتر بتاع الانزيمز دي بيعلى ويقل مع الديزيز، يعني ايه مع الديزيز اكتيفيتي، لما الديزيز يبقى موجود والحاله في الاكيوت ستيج بتلاقي الايه الاوتو انتي بوديز دي عاليه، لكن لما بيحصل ريميشن والحاله بتستقر بترجع الايه الانتي بودي تتر ده بيرجع للطبيعي بتاعه، تمام، او بيقل يعني. فده ممكن نستخدمه في المونيتورنج اوف ذا ديزيز اكتيفيتي، تمام، والريسبونس للتريتمنت، ده في البيدياتريك. لكن في الادلت بوبوليشن غالبا ما بيحصلش كده، الاوتو انتي بودز بتفضل موجوده لا بتزيد ولا بتقل، فاحنا بس بنستخدمها في الدايجنوزيس بتاع الحاله وبس، ما بنشوف ما يعني هي بقى ما بتدلش بعد كده، لو هي قلت يبقى العيان بيستجيب او كده، هي ما لا بتزيد ولا بتقل، هي بتفضل موجوده، ده في الادلت بوبوليشن، تمام. طيب ايه هما بقى الاوتو انتي بوديز دي؟ اول حاجه قلنا اللي هو الانتي نيوكليير انتي بوديز، وده بيستخدم في تشخيص الايه التايب 1 اوتو اميون هيباتايتس، بيقول ان هو موجود لوحده في حوالي 10% من الحالات، موجود مع السموث
سموث ماسل اكتي اللي هو انت سموث ماسل انتي بوديز في حوالي تلتين الحالات، تمام. لكن هو نوت سبيسيفيك، احنا قلنا ما فيش حاجه هنا خالص سبيسيفيك ليه، او ما فيش حاجه نقدر نعتمد عليها لوحدها في التشخيص، لان احنا مش عارفين ايه هو الانتيجين او السبيسيفيك انتيجين اللي بي ايه بيبقى تريجرنج لموضوع الاوتو اميونيتي للهيباتوسايتس ده، تمام. هو موجود اسوشيشن اللي هو الانتي نيوكليير انتي بودي، كمان برضو الانتي سموث مثلا انتي بودي موجود في حوالي 90% من الحالات، هو برضو مش سبيسيفيك، فيري نون سبيسيفيك كمان، لكن الاسوشيشن بتاعت الاثنين مع بعض مع الكلينيكال بيكتشر مع الليفر بايوبسي الحاجات دول كلهم مع بعض بيوصلوا الدايجنوزس ليه ان هو يكون اوتو اميون هيباتيتس. زي ما هنشوف في الاخر بيعملوا حاجه اسمها سكورنج كده، نشوف ايه البوينتس اللي معانا منها، وكل ما السكور بيزيد او بيعلى على حد معين زي ما هنقول السكور لو 7 أو 6 بنقول ان هو ايه، ان هو ده اوتو اميون هيباتايتس، تمام. في حاجه اسمها الانتي اف اكتين انتي بوديز، دي بتبقى موجوده مع التايب 1 اوتو اميون هيباتايتس، موجوده بحوالي 74% من البيشنتس، يعني موجود في يعني مع الانتي نيوكليير انتي بودي، وفي حوالي 86% من البيشنتس مع السمو انتي سموث ماسل انتي بودي، تمام. لما بتبقى موجوده بيبقى معاها ايرلي اونست وبيبقى معاها الليفر فيلير ايرلي يعني، وبيحتاج البيشنت ان هو يعمل ترانسبلانتيشن. دول مش الانتي اف اكتين انتي بوديز ده مش موجودين الكيتس بتاعتهم يونيفرسال، مش في كل الدول العالم يعني، لكن الانتي نيوكلير انتي بودي والانتي سموث ماسل انتي بودي دول موجودين في كل حته، في اي معمل في الدنيا هتلاقي الايه ان انت تقدر تعمل الايه الليفل بتاعهم والكيتس بتاعتهم. الانتي بودي اللي بعد كده هم الانتي ليفر كيدني مايكروسوم الانتي بوديز، ودول بيقسموها ل 4 كلاسز، 1 و2 و3 و4. طبعا كان في هنا بقى كلام كتير بقى ده مع ايه وده مع ايه، بس احنا طبعا مش هندخل في التفاصيل دي كلها، انت تعرف بس ان هو طبعا مع تايب 2 اوتو اميون هيباتايتس اللي هو الانتي ليفر كيدني مايكروسوم الانتي بوديز. وصلنا بعد كده احنا خدنا الكلينيكال برزنتيشن وخدنا السيرولوجي بتاع البيشنتس، فاضل ان احنا نعرف الهيستولوجيكال فيتشرز او شكل الليفر بايوبسي بتاعه البيشنت بتاع الاوتو اميون هيباتايتس دي شكلها ايه عشان اقدر ان انا اشخصها. بيقول لي ان هي بيبقى فيها طبعا ليمفوبلازماتيك انفلتريت، بيبقى موجود فين ده؟ بيبقى موجود عند منطقه اسمها الانترفيس. ايه الانترفيس ده؟ ده اللي هي عند الليميتنج بليت بتاع الهيباتوسايتس اللي هو المكان اللي فيه البورتال تراكتس جنبيه الهيباتوسايتس، الحته دي اللي هي ما بين البورتال تراكتس والهيباتوسايتس دي بنسميها الانترفيس او الليميتنج بليت بتاعه الهيباتوسايتس. بيبتدي الانفلاميشن في الاول بيبقى عند البورتال اريا ويبتدي يدخل على الهيباتوسايتس، فبيعمل لي حاجه اسمها انترفيس هيباتايتس. الانفلتريت ده عباره عن ايه؟ الليمفوسايتس ومعاها البلازما سيلز، زي ما قلنا البلازما سيلز دي من الكاركترستيك ساينز اللي بتبقى موجوده في الليفر بايوبسي بتاعه الاوتو اميون هيباتايتس. ممكن كمان نلاقي ايزينوفيلز في بعض الاحيان، بيبتدي بقى الخلايا دي بتطلع بقى انفلاماتوري ميديتورز وبتطلع توكسيك الانترليوكينز والليمفوكاينز والحاجات دي، بيبتدي الهيباتوسايتس يحصل فيها بعض الهيباتوسايتس يحصل فيها جنريشن ونكروزس، ممكن يحصل بريدجنج نكروزس او سنتريزونال او مالتي اسينر نكروزس، ان كل الهيباتوسايتس اللي موجوده في الليبيول يحصل فيها نكروزس، تمام. فده على حسب بقى السيفيريتي بتاعه الحاله، تمام. وبعد كده بقى بيبتدي يظهر الفيبروزس، قلنا في الكرونيك هيباتايتس ان دايما الانفلاميشن بيبقى معاه النكروزس ومعاه الفيبروزس، الثلاثه ماشيين مع بعض. وجود الانفلاماتوري سيلز خلاص الهيباتوسايتس بتبتدي يحصل فيها ابوبتوزس وبتبتدي يحصل فيها نكروزس، والنكروزس والانفلاميشن بيجي معاهم الفيبروزس، الحتت اللي بتبقى ديس دي بتبقى ريبليسد بفايبروس تيشو، وبيبتدي يحوط الايه الفايبروس تيشو على الريميننج هيباتوسايت، وبعد كده بتبتدي تظهر الريجنريشن نوديولز وبندخل في مرحله السيروزس، تمام. فهم الثلاثه دول ماشيين مع بعض في الليفر، الانفلاميشن والنكروزس بتاع الهيباتوسايتس والفايبروز، تمام. في محاضره في الكرونيك هيباتايتس لو في حد عايز يسمعها عشان ايه يستفيد يعني يفتكر الحته بتاعه الكرونيك هيباتايتس والجريدنج والستيجنج بتاعها بيمشي ازاي. اهو منظر للبلازما سيل انفلتريشن، اهو هو في الهيباتوسايتس، ادي الهيباتوسايتس اللي موجوده اللي الخلايا الكبيره اللي ليها سنترال نيوكليوس وليها امبل اماونت اوف زينوفيليك سيتوبلازم. هنا في موجود انفلترت اهو من البلازما سيلز كتيره جدا موجوده، ومعاها كمان الايزينوفيلز اللي هي ليها
السيتوبلازم الاحمر جامد ده، دي هي الايزينوفيل. لكن التانية دي اللي لها اكسنتريك او كارتويل نيوكليوس وي انفوفيليك سيتوبلازم، دي البلازما سيل. فالبلازما سيل انفلتريشن ده كاركترستيك ليه الايه، للاوتو اميون هيباتايتس. هنا برضو بيقول لي ان دي انترفيس هيباتايتس، انترفيس هيباتايتس بتبقى موجوده عند الليميتنج بليت اهو، ادي الهيباتوسايتس وادي الليمفوسايتس موجوده تمام عند الايه، عند منطقه الانترفيس. هنا في صور تانية هتوضح ده اكتر، دي الليمفوسايتس كتيره جدا اهي داخله على الايه، على الهيباتوسايتس تمام. مش بس كده انها تدخل كده جنبها وما بينها وتحاول وتبتدي تعمل الايه نيكرو انفلاميشن، لا ده في ظاهره تانية كده حاجه بنسميها الامبريو بوليسيس. ايه الامبريو بوليسيس ده؟ ده بيبقى عباره عن ان الليمفوسايتس والبلازما سيلز موجوده جوه السيتوبلازم بتاعه الهيباتوسايتس تمام، جوه السيتوبلازم بتاع الهيباتوسايتس تلاقي كانها كلتهم كده، كان الهيباتوسايتس اكلت الايه يعني عملت لهم فاجوسيتوزيس يعني ودخلوا جواها، فتلاقي الليمفوسايتس والبلازما سيلز موجودين جوه السيتوبلازم بتاع الهيباتوسايت، فدي حاجه بنقول عليها امبريو بوليسيس، ودي بندور عليها برضو في الايه، في الليفر بايوكسي، ولما بتبقى موجوده بتاخد بوينت معينه في السكور تمام. وزي ما قلنا بيبتدي بيحصل نكروزس ليه جروب فروباتوسايتس، فبنبتدي نقول عليها حاجه اسمها كونفلوينت نكروزس او النكروزس حوالين فينيول السنترال فين وكده، حته كبيره من السنترال بارت بتاع الليبيول ممكن تبقى افكتد وممكن يحصل فيها نكروزس للليفر سيلز، فنسميها بان اسينر نكروزس، او كمان يحصل بريدجنج نكروزس اللي هو ما بين ما بين البورتال تراكت وسنترال فين، او ما بين سنترال فين وسنترال فين تاني، او بورتال تراكت وبورتال تراكت تاني. زي ما قلنا الحته دي كلها مشروحه في الكرونيك هيباتيتس والفايبروزس والستيجنج والجريدنج والكلام ده كله تمام. another histological finding وبتبقى characteristic فعلا للاوتو اميون هيباتيتس اللي هي formation of rosettes تمام. يعني ايه formation of rosettes؟ يعني انت عارف ان الهيباتوسايتس ماشيه كده في كوردس تمام، الكورد ده بيبقى حوالي ايه 1 او 2 سيل سيك تمام، لكن انك تلاقي اسينس يعني حاجه مدوره ان الهيباتوسايتس لفه حوالين نفسها كده وعامله اسينس او عامله زي جلاند يعني، ده بنسميه روزيتنج تمام. ده ممكن يحصل مع حالات الايه، حالات الاوتو اميون هيباتايتس. ادي اهو الاسينس اللي احنا بنقول عليه، شوف هنا الخلايا لفه فهي حوالين اليومين تمام، فده الاسينس. وهنا طبعا في انفلترت اهو من الايه، من البلازما سيلز كتيره هي موجوده والليمفوسايتس تمام. هنا كمان بنلاقي ان ده بريفينيولار او اللي هو سنترال سنتريلوبولار ديجنريشن او نكروزس للهيباتوسايتس، الهيباتوسايتس ما عادتش موجوده وكل بقت ريبليسد كلها بالانفلاماتوري انفلتريت اللي احنا شايفينه ده. هنا في هيباتوسايتس اهي لسه على البريفري اللي موجوده على البريفري دي، لكن اللي باقي ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن الانفلاماتوري انفلتريت ولوس اوف ذا هيباتوسايتس حوالين السنترال فينيول. دي صورة تانية اهي برضو بتوضح الموضوع الامبريوبوليسيس، ادي الهيباتوسايتس وادي الليمفوسايتس جوه السيتوبلازم بتاع الهيباتوسايت، دي بنقول عليها امبريوبوليسيس. ده برضو بلازما سيل انفلتريت حوالين الايه، حوالين الهيباتوسايت موجود اهو، ده برضو اللي هو ايه ليمفو بلازما سيتك انفلتريت حوالين الهيباتوسايت. زي ما اتفقنا ان دايما الانفلاميشن والانفلاماتوري انفلتريت بيبتدي من البورتال تراكت. البورتال تراكت زي ما احنا عارفين فيها برانش من الهيباتيك ارتري وترياد من البورتال وتريبيوتري من البورتال فين وبايل داكت تمام. غالبا الانفلاميشن في الاوتو اميون هيباتايتس بيعمل سبيرنج للبايل داكت تمام، لكن في حوالي 10% من الحالات او من البيوكسز اللي احنا بنشوفها بنلاقي فيها انفلاميشن حوالين البايل داكت، وبنلاقي بايل داكت رياكشن. فالحاجات دي ممكن تدخل في الديفرنشال دايجنوزس الديزيزز اللي هي بتاعت البرايمري بيلاري سيروزس او البرايمري سكليروزنج كولانجايتس. كمان وجود الانتي ميتوكوندريال انتي بوديز والانتي سموث ماسل اكتين انتي بوديز دي ممكن برضو تعمل ايه، تخش كده في الديفرنشال دايجنوزس ان هم كلهم اصلا اوتو اميون ديزيزز تمام. لكن الحته دي بتبقى رير شويه، رير انك تلاقي في الليفر بايوبسي بتاعت الاوتو اميون هيباتايتس افكشن للبايل داكتس وانفلاميشن فيها وداكتيولر رياكشن وكده تمام. لكن الكومن انك بتلاقي الانترفيس هيباتايتس والبلازما سيلز والروسيتنج والامبريو بوليسيس. الثلاث اربع كلمات دول نعرفهم كويس قوي بتوع الهيستولوجيكال ابييرنس بتاع الليفر بايوبسي تمام.
بيقول لي بقى ان في بعض الاحيان ان لما بتاخد ليفر بايوبسي وتعمل لها اكزامينيشن كويس قوي ممكن تشوف نون سبيسيفيك كريتيريا خالص، ما تلاقيش بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لا البلازما سيلز موجوده بكثره يعني، ولا تلفت انتباهك، ولا تلاقي الروزيتنج، ولا الامبيريو بوليسيز، ولا الكلام ده. بتلاقي كرونيك هيباتايتس عادي جدا، ونكروزس وبريدجنج وانفلاميشن وكده وفايبروزس، لكن ما فيش كاركترستيك هيستولوجيكال بيكتشر، ودي الحقيقه برضو ساعات بنشوفها. تمام، تلاقي نون سبيسيفيك تشينجز خالص. ادي برضو منظر تاني للانترفيس هيباتايتس، ادي البورتال تراكتس، وادي الانفلاماتوري سيلز الليمفوسايتس والبلازما سيلز اهي موجوده عند الليميتنج بليت ما بين البورتال تراكت والهيباتيك لوبيول، اهو شايفين كميه الانفلترت قد ايه، ده اللي بنقول عليها انترفيس هيباتايتس. تمام، هنا برضو صوره بتوضح البلازما سيل انفلترت. طيب بما ان بقى الحته بتاعت الهيستولوجي دي زي ما قلنا فيها كلام كتير، وساعات بلاقي تلاقي السبيسيفيك كرايتيريا وساعات ما بتشوفهاش، فراحوا عاملين لها كده ايه جريدنج او سمبليفايد جريدنج، عشان برضو نحط الايه نقط على الحروف كده، ونعرف لما بنيجي نبص في العينه او نفحص مايكروسكوبيك سلايد مطلوب ليها تشخيص انها اوتو اميون هيباتايتس، غالبا الفيزيشن او الدكتور يعني بيبقى شاكك في الاوتو اميون هيباتايتس، لقى الانتي بودي تتر عالي، الكلينيكال بيكتشر ماشيه، مفيش هيستوري دراج، السيرولوجي بتاع الفيروس نيجاتيف، فشاكك ان هي اوتو اميون هيباتايتس، فبيقول لك دي الليفر بايوبسي، وبيوصف لك الحاله وبيقول لك ده غالبا اوتو اميون هيباتايتس، شوف لنا بقى كده الايه الليفر بايوبسي بتاعته، فانت بتبص فيها وبرده الايه الموضوع مش واضح معاك قوي، فراحوا عاملين ليها ايه سمبليفايد جريدنج كده، يا اما تكون تيبيكال او كومباتبل او اتيبيكال، ده انت هتكتب ايه بقى في التشخيص. امتى تكتب تيبيكال؟ لو لقيت الثلاثه هيستولوجيكال فيتشرز بتوع الاوتو اميون هيباتايتس، اللي هي ايه الليمفوسيتك او الليمفو بلازما سيتك انترفيس هيباتايتس والامبيريو بوليسيس والروزيتنج فورميشن، ده لو لقيتهم الثلاثه دي خلاص حاله تيبيكال، تيبيكال اوتو اميون هيباتايتس. طيب في حاله ثانيه بنسميها كومباتبل، يعني ايه كومباتبل؟ يعني في فيتشرز اوف كرونيك هيباتايتس زي الليمفوسيتك انفلتريت والفايبروزس وكده، لكن ما فيش بلازما سيل، ما فيش الامبيريو بوليسيس، ما فيش الاسينر فورميشن او الروزيتنج فورميشن، فدي ممكن نقول عليها كومباتبل، تمشي بقى مع السيرولوجي مع الكلينيكال مع الحاجات دي كلها ممكن تمشي. تمام، دي بنقول عليها كومباتبل. لكن في حالات تانية بتبقى اتيبيكال، يعني ايه اتيبيكال؟ مفيش اي ساينز من الكرونيك انفلاميشن ده، وتلاقي ساينز من اذر ديزيز، زي مثلا تلاقي سياتو هيباتايتس، تمام، تلاقي ماكرو فيزيكولار استياتوزس، وتلاقي الساتيليتوزس بتاع الهيباتوسايت بتاع النيوتروفيلز حوالين الهيباتوسايت، تلاقي مالوري بوديز، تمام، تلاقي حاجات نون سبيسيفيك فايندنج خالص ملهاش علاقه خالص بالاوتو اميون هيباتايتس، فدي بتكتب عليها اتيبيكال، يعني دي مش خلاص مش تبعنا خالص بقى، مش تبع الاوتو اميون هيباتايتس. زي ما قلنا لان الديزيز ده فيه فاريابيلتيز كتير وفي حاجات كتير، فعملوا له سنه 2008 عملوا له سمبليفايد كرايتيريا كده عشان نوصل للدايجنوزس. حطوا فيها اول حاجه بندور اللي هي الاوتو انتي بوديز، تمام، الانتي نيوكليار انتي بوديز والانتي سموث موسل انتي بوديز والانتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بوديز، لو التتر بتاعهم اكتر من 1 على 80 ده بنقول بياخد 2 بوينتس، لو التتر اكتر من 1 على 40 بياخد 1 بوينتس، لو التتر بتاع اللي هو السوليابل ليفر انتجن سوليابل ليفر وسوليابل بنكرياتيك انتجن ده لو بوزيتيف اكتر من 20 يونت ده ما بياخدش، يعني ده هو بوزيتيف كده وخلاص، والاثنين اللي فوق دول نيجاتيف او الثلاثه اللي فوق دول نيجاتيف ده بياخد سكور زيرو. طيب في بالنسبه للهايبر جاما جلوبيرينيميا قال لك ان هي لو الليميتس بتاعتها اكتر من 10 من 1 و 1 من 10 اكتر من النورمال ليميتس دي بتاخد سكور او بوينت 2، تمام، لو عند الابر نورمال ليميت بتاخد 1. تمام، في الليفر هيستولوجي بقى زي ما قلنا في تيبيكال وفي كومباتبل وفي اتيبيكال. تيبيكال اللي فيها الثلاثه دايجنوستيك كرايتيريا اللي هم ايه الليمفو بلازما سيتك انترفيس هيباتايتس الامبيريو بوليسز الاسينر فورميشن، دي تاخد بوينت 2 تاخد 2. لو هي كومباتبل اللي هي فيها الكرونيك فيتشرز بتاعه الكرونيك هيباتايتس لكن ما فيش سبيسيفيك فيتشرز بتاعه الايه بتاعه الاوتو اميون هيباتايتس دي بتاخد بوينت 1. لو لقيتها اتيبيكال اللي هي ما فيهاش حاجه خالص من الهيباتايتس بتاعه الكرونيستي لكن فيها اذر ديزيز ده بنقول عليها بتاخد بوينت 0. بعد كده absence of viral hepatitis لازم طبعا نكسكلود الفيرال هيباتايتس،
تمام. فلو هي ابسنت بتاخد سكور 2، لو هي موجوده نوت ابسنت او موجوده يعني بتاخد سكور 0. في النهايه بقى بنجمع البوينتس اللي البيشنت ده خدها تمام، من الكلينيكال ومن السيرولوجي ومن البلاد تيست والهيستولوجي وكل حاجه، بنلاقي ان هي بتتشخص اوتو اميون هيباتيتس لو كان البوينتس بتاعته 7. ده ياخد، ده يتشخص على طول اوتو اميون هيباتيتس ويبتدي ياخد الكورتيكوستيرويد تريتمنت. بروبابل لو هو السكور بتاعه كان 6 ده بروبابل، نبتدي برضه نديله نشوف هيتحسن ولا لا، ممكن يكون هو فعلا وياخد ويتحسن على التريتمنت وممكن يكون لا وما يتحسنش، فبنبتدي نوقف التريتمنت. تمام، ده بالنسبه للاوتو اميون هيباتيتس. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا الاولانيه دي. تمام، اي حد عنده اي سؤال اتفضلي. دكتوره الانترفيس هيباتيتس هي بتكون between hepatic lobule and portal tract.